يعني نويت تقول ايه ومو ناوي تموت مو هيك؟ والله الموت بيد رب العالمين دخيل اسمه، بس ايش كان الشغله فيها منفع الي فليش لا؟ بس بالاول بدك تقول لي شو اللي بدك اياه مني بالضبط؟ هلا منك ما بدي شيء. بدي اياك تجيب لي كم غرض من بيت بحاره الضبعه. اها وين هي الحاره؟ وشو الشغله اللي بدك اياها بعد؟ بعد اللي يكون حدا قايل لك عني اني انا حرامي؟ بالعكس، مين قال لك انه هي سرقه ولا انت حرامي؟ هدول اغراض نحن حطيناهم امانه، بس الحكومه منعتنا انه نفوت ونجيبهم. وليش بدك ياني انا اجيبه؟ لانه انت كل اهل الحاره بيعرفوك. يعني بدك ياني اعمل هيك قدام كل اهل الحاره؟ لك لا، انت رح تفوت بالليل تجيب الاغراض وتطلع. ويا سيدي إذا حدا شافك، أنت واحد من الحارة، إحنا إذا بيشوفونا بالحارة غربت لي رح يصير سين وجيم وما رح نخلص. وشلون بدي أعرف أنا وينو هذا البيت؟ إحنا مندلك عليه بالنهار. حلو. وأنت بتروح بالليل بتجيب الأغراض وبتطلع من دون أحد يشوفك. كمان حلو. بس شو بيصلح لي أنا من كل هالقصة هاي؟ بتروح بحال سبيلك انت وستك من دون ما حدا لا يأذيك ولا يأذيها. ستي؟ مين ستي؟ الحرمة اللي جوا. لا بعرفها ولا بتعرفني، وإيش كان بتموتوها بنرتاح منها لهي ختيارة الجن. أنا عم أسألك شو بيطلع لي مصاري؟ لك العمى بقلبك، نسيان اسمك ومو نسيان طبعك. يعني لا تأخذني أنت وياه، بدكم يعني صدق انه هيك انتو حبيه لله لوجه الله تعالى بتقول تجيبوا الاغراض؟ اكيد طالع لكم من وراها السائل فلاني. وانت شو دخلك بهي القصه؟ انا لا دخلني ولا خرجني، الله يهنيكم. كل ما هنالك انا بدي لجيبتي 200 ورقه، ورقه تنطح ورقه. شو 200 ورقه؟ اللي سمعته. وغير هيك ما بتفرق معي، حبيتوا تقتلوني تقتلوا الختيارة، ما بالآخر الواحد بده يموت وبده يموت، مو هلا بكره، مو بكره بعد سنة بعد عشرة. الأعمار بيد الله تعالى. قلت لي نهددوا فيها مو هيك؟ اتفقنا. ايه أبي اطلق عن ايدك على 100 ورقة وال100 الأخر بتعطونا إياها بس نسلم، سلم تستلم، لا تأخذني. بدك يلعوا قلبك خلص بقى، فهمنا؟ فهمنا؟ اتفقنا. صعب أبي.